ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا. ده البرعي. البرعي ده لما تقوله في ناس بيرجفوا قولك لا لا يا شيخ لا ما كده ما كده. شنو هو ده؟ ما كلام شين. قولك لا مات ما يموت. أنا مالين ماله ما مات يا شيخ ما يموت. أنا قلت لك اكتب الكتاب. الكتاب قاعد ما مات. كتاب قاعد أكن مات وطب كتاب وده فيها باط ورقد بيه. نحن ما بنسأله. أي ميت محترم احترم نفسه ومات وهو محترم ما في ذل بيسأله. لكن انت تلخبط علينا وتقول لنا أنا مت. نحن بننجمك لحد ما لخبطتك دي تنتهي. قال ألا يا رجال الغيب دل الفقراء الشيوخ بتاعينه أنتم حصوننا. قال محصنين نيتو. والله لا محصنين أنا ولا أي حاجة. البلد ده ساب محصنين الصوفية. قال مصر المؤمن. هو مصر جايطة كلها مؤمنة كيف؟ كذاب. هو كذاب ذاته. قال أنتم حصوننا. قال فما زال مسبولا على الناس ستركم أي الحقني ضيم وأنتم حمايتي وألهس عطشانا وقد فاض بحركم. ألا حاشاك وحاشا أن تضيع عيالكم فأنتم عيال الله والأمر أمركم. الأمر أمركم انتو دين يا أخوانا. الكلام ده كيف؟ ده مولد النبي؟ ده احتفال بمولد النبي؟ يا ناس ربنا قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ربنا قال ألا لله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ربنا الأمر في يد ربنا ما في يدك أنت يا صوفي ولا في يد الشيوخ بتاع عندك ولا الفقراء. يا ناس لو بجوز ما بالطريقة دي. وده البلاوي الكبيرة. الشرك دي أكبر بلوة. وفضلا عليه ضيف ليها تاني الشغل بتاع البدع وضيف ليها المعاصي وقلة الأدب. أكثر الناس الماشيين المولد ده قالهم شغالين بل هم مولد منه ما عارفينه. ولكن جي سألته قلت له ده مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي ليه هاي. هو الرسول اسمه منه؟ الولد منه ذاته مش مولد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولده ولدوا في الأيام زي دي. الولد منو؟ منو الولد؟ أبوه اسمه منو؟ أمه اسمها منو؟ والله أتحداك السؤال ده بتقوله لنص القاعدين في المولد وأتحداك لو يجاوب. قول لي الولد منو ذاته؟ أبوه اسمه منو؟ وأمه اسمه أمه اسمها منو؟ ما عارفين. مولد منو ما عارفينه. يا أخي ذول جاي لابس لباس هني. ده جاي لمولد منو هسه؟ لباس هني دي. بس لو سألته تعالى بلباس. أنت جاي لمولد منو؟ النبي؟ أصلا كان النبي قاعد بتجي كدي أنت؟ كان النبي قاعد جوا أنت بتجي كدي؟ يا ناس ما تخافوا الله يا أخي. والله ده مولدي أنا ما برضى. والله أجوني بالباسات يا ناس اتقوا الله. أنتوا جايين لشنو أصله بالضبط؟ وروني أنتوا جايين لشنو؟ هو مش مولد أجا تسوي فيه شنو أنتوا جايين بالباس؟ والبيت جاية وضربة مكياج يا زول بوماستك تقيل فوق أحمر وأخضر وبنفسجي وكيف وعطر. في شنو يا ناس؟ في شنو؟ وبتاعنا البنك وشغالين جوا بيعوا كله جوا. ده مولد منو ده؟ تقول الله يا ناس. بعد ده كله تخيل معي برقصوا ويدقوا النوبة ساحة المولد. واحد بيكلمنا ساكن جنب المولد في ده بتاع القلعة. الناس يدقوا الليل كله وكلوا الفتة ما خلوا حاجة وراهم. قرشوا العظام ما خلوا شيء. شربوا السليقة ما خلوا. بعد ما قضوا تب وناموا جاء صلاة الصبح الجامع ملصق مع محل المولد. الجامع ملصق الجماعة مبطحين الواحد ما تندل لهنا لا قدر كده من الواطة. والجامع بيقول حي على الصلاة وقاموا الصلاة والناس صلوا الرغيبة وصلوا الفجر وجماعتك مبطحين راكدين جايين ليه مولد النبي. مولد النبي برا صلاة. المولد ده حكمه قول مستحب. قول حكمه مستحب. الأفضل المستحب ولا الفريضة؟ ويا أخي سيدنا عمر رضي الله عنه أكان الزول البساهر بالليل بجلده بالبسطونة عشان شنو؟ عشان ما يضيع صلاة الفجر. انت تجي ترقص لك مع بيت وترقص صلاة الفجر ما بيصليها وبعدها تقول الله مولد النبي. يا أخي كنا محتفلين. هاد ما تخاف الله انت يا أخي. ما بتخاف الله يا صوفيتك. بعدين واحد دار يتفلسف ودي أنا بختم بها كلامي. صوفي اسمه الخنجر داك ما طرطش للنهاية دار يتفلسف. قال طبعا احنا كناس محتفلين وكده يعني ما بيهمنا الاخطاء اللي بيعملوها بعض الناس اللي بيقرصوا البنات وكده. يعني هو ما شغال بانه دي احتفال ممكن الحاجات اللي كده يحصل فيها اخطاء يعني. ايوه انت الفقهاء قالوا قاعده مهمه جدا.
قالوا الأمر المستحب، خليك من البدعة، المستحب عديد سنة عديد، إذا ترتبت عليه مفسدة أكبر منه يجب أن يترك، ده المستحب، مستحب عديد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة، الكعبة دي بنتها قريش وأموال انقصرت ما دار يتموها بمال الحرام، وخلوا منها الحجر باقي ما تموا الحجر ده بيجاي كويس، ما تموا الكعبة وبنوها ناقصة. النبي صلى الله عليه وسلم بناء اتمامتها دي مستحبة في الدين. قال السيدة عائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر، قال لا لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم، لكن بترتب عليه مفسدة كبيرة، حيجوا بعد شوية كفار قريش يقولوا النبي محمد هدم الكعبة وكسرها وما بيحترم البيت، بتحصل مفسدة، عشان كده خلاها ده مستحب. يا أخي أنت قول المولد ده مستحب ذات، قول مستحب ما بدعة. تيجي تعمل فوق الأدب زي دي وتقول أي لا، نحن لابد نصبر على هذه العبادة عشان حتى لو حصل فيها غلط بسيط ده ما مشكلتنا نحن، ما مشكلتك شنو يا زول، أنت ادعيت ليه؟ انت لو ما عملت اعلان انه مولد النبي الناس كان جو، انت دعيت ده تتحمل اسم اي وحده حملوه وشفته في المولد ده تتحمله انت ده معاه بعدين، اي وحده قرصوها في المولد ده انت تتحمل النتيجه، اي وحده جات متبرده متبرجه وعاينوا ليها انت تتحمل النتيجه، اي فجور حصل انت تتحمل النتيجه، اي بنك باعوه انت تتحمل النتيجه يا صوفي، ليه؟ لانك انت دعيت الناس دي، اجابوا من هنا. انت اللي جبتهم يا اخي، ما تجي تتملص وتزوق ولا لا، ونحن ما قاصدين وما قايل انه بيحصل فيه كده، ما قايل شنو انت ما شايف وانت ذاتك بدأت مستمتع، والحيران ديل ما بسخنوا في النوبه الا يشوفوا البنات جن، مما يشوف انت تلقى عين في النوبه وعين هناك، ما عاد الحين وعين في النوبه كركب كركب يزعج الدنيا دي كلها، بس عشان شاف له بنتين جن داخلات قله ادب وفجور وبدعه وشرك وكله ده قاعد المصيبة إنه باسم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليلة ديل لو مشوا شارع النيل وقال لها دبهم قلة أدب صافية كده صافية في شارع النيل كانوا يقولون حرام وانتهينا على كده، لكن كونك تعمل قلة أدب باسم النبي صلى الله عليه وسلم لتبقى دي المصيبة الكبيرة ذاتها، دي المصيبة لما تكون باسم النبي صلى الله عليه وسلم.